انه معقول ايران دوله هلا عم تقنعونا انها متفوقه عسكريا وهي بتعمل وبتسوي وهذا وكعم. طيب فهمونا كيف مش قادره تحمي رئيسها، كيف مش قادره تامن طائره يامن الرئيس انه يطلع فيها. هون الحقيقه بدي احكي نقطه انا كتبت عنها مقال، وانا قلت بالتعليق للي سال انه او التي سالت انه كنا متوقعين تكتب وكذا او تقول او تحكي، انا كتبت ثلاثه مقالات. يعني في النقطه الاولى اللي هلا حكيتها عالجتها بمقال، النقطه الثانيه اذربيجان تركيا عالجتها بمقال، والنقطه الثالثه التي ستحدث عنها الان عالجتها ايضا بمقال، لينعرف انه انا مش عم بحكي هلا ارتجالا. انا يعني هيأت افكاري ونظمتها وحققت بمدى صوابها من وجهه نظري طبعا قبل ان ادلي بها مكتوبه. اللي عم يطرحوا السؤال حول موضوع يعني انه حادثة الطائرة تنال من مهابة القوة الإيرانية ومن صدقية السردية التي تقول ان ايران دولة قوية وان ايران دولة مقتدرة. انا لهؤلاء اريد ان اشرح في الحقيقة شيء صعب على الذين لا يفهمون العقل الإيراني، ولا أقصد العقل الفارسي، أنا عم بقصد العقل الإيراني، أي العقل ما بعد الثورة الإسلامية في إيران، العقل الجمعي للفرس والآذريين وكل مكونات القومية والإثنية والعرقية للشعب الإيراني التي تجتمع تحت راية الإسلام كهوية جامعة، هوية قومية جديدة، هوية وطنية جديدة أعلى مرتبة من العرقية، يعني هوية الدولة الإسلامية. وهذا أنا واثق من أن ما أقوله هو ما يعمل بموجبه الإيرانيون. عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران في مجموعة ركائز بنيت عليها الجمهورية، واحدة من هذه الركائز طبعا هي السخاء المنقطع النظير في ترجمة برامج الجمهورية الإسلامية. مثلا برنامج نووي لإيران، هذا البرنامج النووي مليارات الدولارات بدون تردد، يعني بعيون مغمضة تنفق من أجل شراء معدات، شراء مواد أولية، تدريب ناس، تعليم ناس بالخارج، الحصول على التكنولوجيا حديثة بطرق شرعية، بطرق سوق سوداء إلى آخره. البرنامج الصاروخي الإيراني كذلك الأمر، أحدث ما عند الصين، أحدث ما عند كوريا الشمالية، أحدث ما عند روسيا، أحدث ما عند، حتى إذا في إمكانية ل يعني عمليات بسموها المخابرات الاقتصادية والتقنية للحصول على معلومات من معسكرات عدوة حقها فلوس، في ضابط بده مبلغ حق ملف مستعد يأمنه بلا تردد، بسخاء كامل، بسخاء كامل. هون هاي برامج الجمهورية بما فيها البرامج الاقتصادية، مثلا بناء مصافي نفط. هلأ بإيران في قدرة على بيع المحروقات المكررة، علينا حصار على النفط الخام عظيم، من بيع مشتقات نفطية لباكستان، من بيع مشتقات نفطية لأذربيجان، من بيع مشتقات نفطية لأوزبكستان، لطاجكستان، لأفغانستان. هلا كل بنزينة ومازوتة بتاخده من إيران، يعني لما كانوا بعدهم الأمريكان بأفغانستان كان هذا حاصل. ننتج كهرباء، نعمل محطات كهرباء على النفط، وبالتالي من بيع كهرباء، فبتبيع إيران للعراق، وبتبيع إيران لباكستان، وبتبيع. هذا العقل الإيراني طبعا، هاي البرامج لنعمل محطات كهرباء بدنا مصاري، ما المال ينفق بسخاء. فإذا برامج الجمهورية سواء كانت اقتصادية أو خدماتية للمواطنين الإيرانيين، شبكة الهاتف، شبكة الكهرباء، شبكة أنابيب الغاز التي تصل إلى كل أنحاء إيران، المواطن الإيراني بيحصل على الغاز بأسعار يعني شبه رمزية في الحقيقة، لدرجة أنه بيشغل التدفئة، في حدا بينكت بيقول انه الإيراني بأيام الصيف بيكون مدور المكيف لأنه الكهرباء بشبه بلاش، فإذا برد لا يطفئه أو يخفف حرارته، يشغل التدفئة لأن الغاز أيضا بشبه بلاش، والعكس صحيح، بالشتاء بيكون مدور التدفئة على الغاز، فإذا شعر بالحر يدور التكييف. هذا طبعا طرفة يعني لتصوير الرخص، يعني درجة السعر الرمزي الذي يحصل فيه المواطن الإيراني 100 مليون يحصلون على الغاز والكهرباء بأسعار لا تذكر يعني. وبالتالي بخدمة مثل هذه الشبكات وإنشاء أو تحديث أو تطوير سخاء بلا تردد. نجي لمحل تاني لإسمه نمط حياة القادة،
سواء كان في موضوع التنقل، السيارات، الطيارات اللي بيستخدموها، التجهيزات التي توضع في تصرفهم. هذا موضوع، لأنه بالأمن المنظومة الأمنية الإيرانية تعتمد بشكل أساسي في أمن الشخصيات على التكتم وعلى تخفيف التنقلات. يعني سماحة السيد ما بيعمل أمنه من خلال بناء يعني محصن، ومن خلال شبكة دفاع جوي ضد الطائرات خاصة به، ومن خلال سيارات مصفحة، أبدا. يعتمد أمنه من خلال الانقطاع، من خلال ترك الهواتف، من خلال التواجد في أماكن غير معروفة والتبديل بينها دون أن يعرف أحد، أي منظومة التكتم وتخفيف التنقلات، إلى مستوى عالي جدا مثل أداء سماحة السيد، إلى مستوى أقل شوي مثل الإمام الخامنئي، ولها مستوى أقل طبعا بالنسبة لسائر القادة. سائر القادة الذين أعمالهم تتصل بالخدمة العامة مجبرون على التنقل. هذا موضوع مناقش بإيران الحقيقة، مش أنا عم بخترعه من عندي. أنه والسيد رئيسي مجاوب عليه لجماعة الأمن المحيطين فيه، بيقول لهم أنا أحدث الناس وأعزي عائلات الضحايا الذين يسقطون في حوادث الطيران في إيران، وأقول لهم إن حرمان إيران من الحصول على قطع غيار في السوق الشرعية بسبب العقوبات هو المسؤول عن هذه الحوادث، فأنا لا أسمح لنفسي بأن أستقل طائرة غير تلك التي يستقلها المواطنون الإيرانيون. يعني هون في فلسفة العدالة للمسؤول في الدولة، المسؤول في الدولة معني بأن يعيش نمطا من الحياة، وأن يستخدم أدوات وتجهيزات وكالمتاحة لكل مواطن إيراني. هلا تجي بتقول له بس هذا بيرتب مخاطر، بقول لك عظيم، يجب اتقاء المخاطر بالصيانة، بالانضباط الأمني، بعدم تسريب المواعيد، بالتحقق قبل الاستخدام من الصلاحية والجاهزية، بوضع بدائل، بتدريب الكادر المعني على هذه التجهيزات بأن يكون يعني قادر على تفادي الكوارث أو المشاكل. ولكن إذا وقعت الكارثة، إذا وقعت الحادثة، هون حد فلسفة العدالة في فلسفة الموت. شو فلسفة الموت؟ فلسفة الموت عند المؤمنين المتدينين اللي بيصلوا بيصوموا وبيعبدوا الله وإيمانهم عميق وجدي ورايح لحد الشهادة، تقوم على ثلاثة ركائز وما بيدركوا عليها. يعني لا ممنوع أن تتقصد الموت، ممنوع عليك أن تستهين بحياتك وهي هبة إلهية، أنت مجبر على استثمارها حتى الرمق الأخير في خدمة رسالتك ودورك وموقعك وناسك وشعبك وقضيتك، لكن لا تستقدمون ساعة ولا تستأخرون. هذا واحد. ثم أنه الموت في سياق الخدمة هو جهاد، يعني التنقل والنشاط من أجل الخدمة هو جهاد، والجهاد إذا مت وأنت تجاهد حتى لو لم يكن ذلك قتلا على يد عدو فأنت شهيد. وفلسفة الشهادة أنه هون ما إلى علاقة بأنه بس هو رئيس وإله مهابة، وإذا الشهيد الرئيس هو مهابة لدولته، هو علامة على نمط هذه الدولة. الشهيد القائد مثل الشهيد قاسم سليماني هو تعريف بطريقة تفكير إيران ونمط تفكير إيران ومبادئ الجمهورية الإسلامية والروح الركائز التي بنيت عليها. بيقول لك أنه أنا 64 سنة، شو بدي أعمل؟ ما أنا رئيس الآن، وهذا وزير خارجي، شو في أمجاد ناطرتني؟ أنا إذا ختمت حياتي بالشهادة فهذا أعظم ختام. هلأ الأقربون يفقدون، يبكون، يحزنون، هذا أمر طبيعي، لكن هذا ليس شعورا بأن الجمهورية في مأزق. يعني الإمام الخامنئي نأهر على الحاج قاسم مش لأنه خايفان على مستقبل أداء الحرس الثوري ومستقبل الصراع مع إسرائيل وأمريكا. هون بيجي الركيزة الثالثة في فلسفة الموت، لأن الركيزة الأولى فيها هي ممنوع التهاون بالحياة، يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب التهلكة. لكن الركيزة الثانية فيها هي الشهادة خلال العمل،
يعني الخدمة جهاد والشهادة في الخدمة والموت في الخدمة هو شهادة. الثالث هو أنه مش بس ما بيترك فراغ، عندهم يقين الإيرانيين بحكم هذا الإيمان أن الشهادة هي قوة بعث للجمهورية وللقضية وللمسار وتوليد لمواهب وتقديم لقيادات. وهم يقولون أن تاريخ هذه المسيرة، يعني بيقولوا مثلا أنه خسرت إيران رئيس جمهوريتها كان محمد علي رجائي، الشهيد محمد علي رجائي في تفجير، فمن خلفه؟ الإمام الخامنئي. أنه هذا لم يعني بالعكس زادت قوة. بيقول لك حزب الله خسر السيد عباس الموسوي أستاذه الكل بمن فيهم سماحة السيد حسن نصر الله لا يخاطبه إلا يا أستاذي، ويقول فعلا أنه تتلمذ على يديه، لكن خسرت السيد عباس أنجبت قائدا منقطع النظير في مواهبه وقدراته. بيقول لك تجربة اليمنية الشهيد حسين بدر الدين الحوثي خلفه السيد عبد الملك. فلذلك هم على يقين أن الشهادة، عم نحكي عن الشهادة هنا مش الموت الطبيعي بسبب السن أو المرض، الشهادة هي عنصر بعث في الأمة. بيقول لك الشهادة تطلق مواهب، تستنهض همم، تعيد تجديد الولاء للجمهورية وللثورة، تعيد فحص واختبار الشعبية وحجم الاستعداد للتضحية، وفي عيون الأصدقاء والمحبين ترص الصفوف. بس ما فيك تفتعلها للشهادة بالتهاون، التهاون تهلكة مش شهادة، والتهلكة يعني عند رب العالمين بتاخدك على جهنم، بينما الشهادة هي أن تكون قد اتخذت كل الاحتياطات وانتبهت لكل التفاصيل وسعيت لتفادي كل المخاطر ثم وقع الموت عليك وأنت في خدمة عامة فأنت شهيد، وأنت في معركة وقتلت بيد عدو فأنت شهيد، ومرتبة الشهادة هنا وسامها أرقى. وبهذا المعنى الشهادة تطلق مواهب. وإيران هلأ اللي بيقرأ من هم المرشحون لرئاسة الجمهورية سيجد لائحة بخمسين اسم، من هم المرشحون لوزارة خارجية سيجد لائحة مماثلة. إيران ملاني ملاني مواهب وقدرات وكفاءات، وهذا ليس استهانة بالخسران الذي أصابها من خلال هذا الفقدان، لا، ولا استشهاد القائد سليماني الحديث أنه يعني نستهين بحجم، من قال أنه فراغه جرى ملؤه؟ الجنرال قاآني يقول أنا لم أملأ إلا 10% من فراغ الحاج قاسم سليماني. لكن طوفان الأقصى ألم يجري بعد استشهاد القائد سليماني وبغيابه؟ يعني هل أثر غيابه على أداء المحور الذي أسسه ووهبه حياته واستشهد في سبيل بنائه؟ بالعكس زاده زخما باستشهاد القائد سليماني ببركة دمائه. نجح سماحة السيد حسن نصر الله لأنها وصيته بأن يقنع القيادة السورية وقيادة حماس على المصالحة كترجمة لوصايا الحاج قاسم وفاء لهذه الشهادة، وببركة هذه المصالحة تفرغت حماس أو تحررت من كل أعباء الماضي وأصبحت يعني وجهها بوجه العدو وجها لوجه، فكان الإعداد للطوفان. والذي جزء منه كما يعرف أي محلل بدون ما يكون عنده معلومات استخدم الجغرافيا السورية. وبالتالي الحاج عماد قائد لم ترى المقاومة مثله ويصعب أن ترى مثله، ولم يملأ ولن يملأ مكان الحاج عماد، لكن بغياب الحاج عماد انتصرت المقاومة في حربها في سوريا، وبغياب الحاج عماد الآن المقاومة تؤدي أداء في جبهتها مع كيان الاحتلال يعني يشيب له شعر الرأس. هذه حقيقة. وبالتالي هذا مصداق للقول أن الشهادة مؤلمة من زاوية الفراق الشخصي، لكنها من مستوى منظور الاستراتيجي للقضية هي دافع، هي عنصر تزخيم، هي عنصر تثقيل، هي عنصر شد للبنيان، رص للصفوف، وتوليد وكشف عن مواهب لم تكن مرئية من قبل. من كان يستطيع القول أن الحاج قاسم سليماني يملك هذه المواهب؟ ما حدا. من كان يستطيع القول أن الحاج عماد هذا الشاب في مقتبل العمر دخل إلى صفوف المقاومة وبدأ يبني ويكودر ويتعلم ويعلم سيصبح ويكون قائدا استثنائيا يكتب عنه التاريخ؟ هذا أمر محل. والآن قد تظهر لنا هذه الشهادة مواهب لم نكن نعرف بوجودها. وبالتالي
اللي ما بيفهم إيران ما بيقدر يفهم هول. وبالتالي بالنسبة لإيران كل هالنظرية إنه جيبوا من روسيا وجيبوا من الصين وكنتوا جيبوا من السوق السوداء بيقول لك هذا ضرب لمبدأ العدالة. بتقول له طيب بس مبدأ العدالة يؤدي لتعريض القائد للخطر، بيقول لك ناخذ كل الاحتياطات اللازمة بما فيها، نطلع بالسيارات من موقع السد إلى تبريز ومن هناك بيروح بالطائرة إذا كان ما في ثقة بالمروحية. وإذا في ثقة بالمروحية ورغم الثقة تعرضت للحادث، فإن كان وراءه عدو فهي شهادة بمرتبة عالية، وإن كان بظرف طبيعي فهي شهادة وبمرتبة ممتازة. وبالحالتين هؤلاء شهداء قادة تقوى بهم الأمة وتقوى بهم الجمهورية. هذا منظورهم، عاجبك مش عاجبك، موافق عليه مش موافق عليه، أصلا هني مش سائلين يعني ولا ناطرين شو رأيك. أنا عم بشرح لك إذا أردت أن تفهم إذا كخصم، أما كصديق ومحب فأنت تفهم دون شرحي، وإذا كان غاب عن بالك فهذا هو شرحي. وبالتالي هاي إيران، هاي إيران. فمناقشة الأمر من الزوايا التقليدية التي يمكن أن تناقش فيها في أي بلد في أي منظومة تفكير أخرى هذا لا تصلح في الوضع الإيراني.